مساء الخير عليكم أصدقائي. قصة اليوم قصة جن حدثت ويا شخص بمنطقة مهجورة تقريبا. كان يشتغل حارس أمني وصارت ويا عدة مواقف، وهالقصة حقيقية نقلها لي أحد المتابعين، بس حاب أوضح بس شغلة حتى لا أحد يبدي يكتب كيفه أو يتهجم. يسمع أول دقيقتين من القصة ويطلع وريد مشاهدة كاملة عليها إذا تقدرون. الجن بصورة عامة مخلوقين غير مرئيين للبشر، لكن أكو حالات يشكل بها الجن. الحالات العادية هي تشكل على الحيوانات، أما الحالات اللي يكون بها الجن شوية أقوى من البشر، وهنا أقصد يعني البشر يكون إيمانه منخفض فيبدي يشكل إله ويتصور بصورة شكل. وأكو بعد شغلات ثانية، المسحور واللي شارب سحر واللي يتعامل ويا الجن راح يقدر يشوفهم، لكن مو بأشكالهم الحقيقية، حتى أسمائهم تكون مستعارة، يعني عادي يستخدمون اسم محمد أو عبد الله أو أي اسم ثاني يقدرون يستخدموه، لأن أسمائهم بعالم الجن أسماء لها معاني، ويقدر يسيطر عليهم الساحر من هاي الأسماء. في القصة مال اليوم راح تاخذك المنحدر مرعب جدا، لهذا السبب انا حذرتك. واكو موضوع ثاني بعد لح اليوتيوب علي انه اتكلم بيه، هو موضوع الاشتراكات الدائمة، يعني انت تجي تنتسب او تفعل زر الانتساب مقابل مبلغ من المال. واكو 3 مراحل انا مسويهم، تقدر تدخل على الصفحة مال القناة وتقرأ مكتوب اشتراكات دائمة وتنطي مبلغ من مال تحصل على ميزات. فانا حاولت يعني اخلي ميزة بين هاي الاشياء، وهي انه انت اذا تروح المكان مثلا ويصير وياك فد موقف حقيقي او تقدر تصور لي فد مكان وتدز لي المقطع مال الفيديو، انا اقدر انشره لك، لكن لازم تنتسب حتى يشوفوه بس الناس المنتسبين مثلك، ويمكن هسه انا عندي 3 الى 4 منتسبين. المهم اصدقائي، طولت هواي عليكم بالمقدمة، صلوا لي على الحبيب المصطفى واذكروا لي الله يا جماعة الخير، ويلا نبدي بقصة. اسمي عمار، وهاي القصة صارت لي شخصيا. أنا من السعودية، وبيوم من الأيام صارت عندي فد معاملة، ورحت حتى أكمل المعاملة ماتي، وطلعت من الصبح الطريق ماتي تقريبا 8 ساعات. صعدت سيارتي ورحت وما خلصت المعاملة، والمعاملة تحتاج يوم ثاني أو يوم ثالث. فكان عندي قريب من هاي المنطقة اللي كانت بيها المعاملة ماتي حتى أكملها، أحسن ما أرجع أروح القريب، هو أقرب تقريبا يبعد عني أقل الساعة بالسيارة. فقررت أروح عليه، وبعد ما مشيت وقطعت المسافة وبديت أدخل بمدينته تذكرت أنه هو ما موجود حاليا، وهو يشتغل بمكان ثاني كحارس أمني. كانت حالته المادية ضعيفة، حتى عنده بيت على قده، متزوج وهو أب الأطفال 2، وكان اسمه عبد العزيز. بعدها خلاص وصلت ليمه، أروح وأدق الباب وأشوف. بعد ما وصلت طالعت وتفاجأت، لقيت سيارته موجودة. فرحت جدا بذاك الوقت، قلت أكيد ما عنده عمل، لأن هو يروح يوما للعمل ويوما بالبيت يتناوب، لأن الحراسة مالته بمنطقة تقريبا مهجورة. المهم دقيت الباب وطلع لي، وفرح جدا لما شافني وقال لي حظك حلو لقيتني. المهم بذاك الوقت جلست يمه بهاي الليلة واستمرنا، وبعدها نمت تقريبا على الساعة 12، وباليوم الثاني رحت حتى أكمل المعاملة، ونسيت انه هو اليوم نص دوام وما لحقت أسوي أي حاجة. ورجعت القريبي مرة ثانية تقريبا على الساعة 2 أو 3 الظهر ما أذكر. بعد ما رجعت يمه قال خلص اليوم تروح وياي، وأنا اليوم راح أداوم وراح مدري شنو وكذا، وكان متفائل جدا. وبعدها هو صعد بسيارته وأنا صعدت بسيارتي الساعة تقريبا بالستة، بعد ما أخذنا ويانا أكل زوجته اللي سوته. وطبعا مو من المنطقة أني أظل يم زوجته وأطفاله، أكيد لا. فرحت وياه المكان مال عمله، كان مرتب عبارة عن مخزن للأسلاك الكهربائية وعدة أشياء ثانية، حارس بيه هو وشخص بعد يومين إله
ويومين للشخص. وبعد ما وصلنا المكان نزل من السيارة مالته وراح للباب، وما عرف سوى هو ذاك الشخص، وأنا كنت واقف ومنتظر لغاية ما انصرف الشخص وراح، وسياراتنا صار فيهن وحدة ورا الثانية، ودخلنا لجو وماكو غير دقائق عديدة، وحل الظلام بالمكان بالكامل، وصارت الأجواء بيها برودة شوية. قام قريبي من مكانه وقال لي ممكن تنصي التلفزيون، كنا مشغلين تلفزيون وطالع برامج عادية. فنصيته واستغربت، راح جاب سجادة وفرشها على الأرض. هسه تعرفون ليش، هو بطبيعته ما كان عنده التزام، ففرحت جدا يوم اللي شفته يصلي، وبعد ما صلى ركعتين جلس يقرأ قرآن. المهم بذاك الوقت قام حتى يصلي بعد ركعتين، طلعت برا حتى أدخن. أنا كنت أدخن وقلت احتراما إله، لأن أنا بالبداية دخنت بالمكان وهو ما منعني، لكن يوم اللي شفته يصلي ما أعرف شنو اللي صار يعني بيه، كأنه سويت حاجة غلط. فطلعت برا حتى أدخن، وما حسيت غير تاخذني رجلي للباب البرا مال المخزن، باب حديدية كبيرة. المهم بعد ما وقفت يم الباب حاولت أفتحها، يعني تقريبا هي تطلع صوت، سمعته يناديني ويقول لي تعال. المهم رجعت عليه واستغربت لقيته جاي يصلي. ذاك الوقت سمعت الصوت مال الباب تتحرك، فرحت متمشي على الباب ولاحظت لقيت أقدام مال شخص واقف يعني جو الباب. هاي كان إلها شبك من الأسفل في سبيل الله تطب الكلاب والقطط للمكان، لكن أرجل مال شخص. وبعد ما حاولت أفتح الباب سمعته يصرخ علي بعلو صوته ويقول لي تعال لا تفتح الباب، ورجعت أركض خايف من صوته لأن فزعني بذاك الوقت. ورحت عليه وقلت له شبيك صيح، ترى شفت واحد واقف بالباب. قال لي أنت متوهم وما شفت أي حاجة، تعال واجلس، أنت ايش عندك طالع برا والجو ببرودة يعني شوي. قلت له لا عادي، طلعت دخنت، بس أنت شبيك، اش وجهك أصفر وشكلك يعني تعبان. قال خلاص انا ما جاي انام زين وكذا وكذا، وجلس يتكلم وياي وبدا يفرك بايده، وبديت احس اكو اشياء جاي تصير بهالمكان هذا. هي عبارة عن اصوات، اصوات مال اقدام، اصوات مال ضحك. كانت الليلة غريبة جدا، ولما اسأله ما كان يجاوبني عدل ولا ينطيني اجابة واضحة وصريحة عن الموضوع. وبوسط الاصوات اللي كنت اسمعها كنت اسأله واقول له تسمع، كان ينفي ويقول لي انا ما اسمع اي حاجة، انت متوهم، اذا تريد مدد ونام. فبديت اقول له انت بيك شي، قال لي لا لا ما بي اي حاجة. المهم رجع قعد على السجادة مار الصلاة وفتح المصحف مرة ثانية ويقرأ، لكن الاصوات كانت واضحة جدا، حتى حسيت انه شخص جاي يمشي قريب جدا من الباب. الباب كانت مسدودة، والمكان كان تقريبا مكتوم، لا شباك مفتوح، والمكان صار يعني بكتمة قوية. فقمت فتحت الشباك في سبيل أدخن، ما أردت أطلع برا يعني. أول ما فتحت الشباك طالعت شفت شخص واقف يعني بأحد الزوايا مال المكان، لأن هذا المكان كان فسحة من المكان اللي إحنا كنا جالسين بيه، اللي هي الغرفة يعني مال المراقبة تقريبا على كل المكان. فيوم اللي طالعت فعلا هذا شخص واقف، بديت اناظر عليه زين، قام يتحرك. يا اخوان هذا الشخص واقف امامي واحنا بمنطقة مهجورة داخل بناية، وشون دخل اصلا الباب جدا عالي والسور كان عالي، وبنفس الوقت هالسور هذا الى من فوق يعني مثل الاسلاك الشائكة في سبيل لا حد يقدر يعبر. ظليت اطالع بيه وادخن، فقررت اركز عدل، وبعد ما ركزت لا يمكن هاي حاوية للنفايات بالمكان، أخاف أني ما جاي أشوف عدل. سديت الشباك وبعدني أريد أرجع البردة، لقيت واحد جاي يطالع بي، صرخت رجعت لي ورا، كانت وراي طاولة تعثرت بيها وسقطت على ظهري وتعورت بإيدي. وقريبي عاف القراءة وانتبه علي، قال لي شبيك، قلت له شفت واحد وواحد طالع بيه، المكان هذا بيشي، أخاف المكان مسكون. قال لي جاي أقول لك مو مسكون، وأنت حالتك يمكن شوية تعبانة وتفكر بالمعاملة. قلت له أي معاملة اللي أنا أفكر بيها يا رجل، جاي أقول لك أشياء غريبة حلت بالمكان. المهم بذاك الوقت
قريبي هذا بدأ يقنع به ونسان الموضوع تقريبا، وصارت الساعات تعدي، وبعد ما عبرت الساعة 2 من المفترض أني أكون غثيان. نمت. يوم اللي نمت بهالمكان هذا شعرت بأشياء وكوابيس وأحلام وجاثوم ما ينعاد ولا ينحصي. تصور لما قعدت، قعدت واني متعب بالكامل جسديا وعقليا، كأنه جسمي كان مستيقظ وعقلي كذلك. لكن صعدت سيارتي وعفت قريبي فسألني وقال لي: انت راح ترجع علي لو تروح لبيتك. بذاك الوقت قلت له: لا ان شاء الله اليوم تكمل معاملتي، ومشكور على حسن الضيافة وما قصرت. بس ما قلت لي هو المكان شبيه، قال لي: ما بي اي حاجة، حارس انا هنا والحمد لله، والمكان شي شوية يعني صاير متطرف عن المدينة وبعيد الشارع، احتمال تسمع اصوات، ترى عادي طبيعي. قلت له: يعني المكان ما مسكون؟ قال لي: المكان ما مسكون. وضحك بوجهي. هسه تعرفون هو ليش قال لي هيك او جايكم بالسالفة. وبعدها صعدت سيارتي وانطلقت مباشرة لغاية ما وصلت الدائرة. ويوم اللي وصلت الدائرة كانت الدائرة معزلة وما أعرف شنو اللي حال بالمكان. وبديت أتذكر واستوعب هو أصلا كان نص دوام، يعني اليوم الثاني عطلة، قريب ناسي واني ناسي ذاك الوقت أرجع له ولا ما أرجع له. بعدين قلت: لا خل أطلع وأروح للبيت. وفعلا رحت للبيت وعفت قريبي. المهم بالطريق يعني قلت خليه اتصل علي، واتصلت كان جواله مغلق. اتفاجأت، طبعا زوجته يعني هي أقاربي كذلك، لكن استحي اتصل عليها، واصلا رقمها ما موجود عندي لكن رقمها موجود عند والدتي. وبعد ما وصلت قلت لها اتصلي عليها وقولي لها انا اتصلت بزوجها لان انا رجعت وكذا وكذا، يعني المهم تفهمها انه انا ما راح اروح عليه بعد، اخاف ينتظرني. ذاك الوقت يوم اللي اتصلت والدتي قالت لها المكان اللي بيه هو يشتغل ما بيه شبكة وكذا وكذا، وهو يداوم وما اعرف شنو. المهم بذاك الوقت ما اعرف شنو اللي اجاني، اجاني كسل مفاجئ مو طبيعي، وتركت المعاملة وبديت ما امشي بيها. اخذت اسبوع كامل راسي بيه ثقل مو طبيعي، واشتم ريحة مو طيبة بايدي وانا جاي اكل، خاصة ويا الأوقات يعني اللي تكون بعد الصلاة مال العشاء والأوقات مال الفجر إذا ظليت قاعد يعني قبل الصلاة. أما العصر بهيج أوقات لا، الوضعية طبيعية. حتى لما كنت أروح أحط عطر أسبح به أشبع جسمي، لكن الريحة تضغي وقوية. فبديت أسأل المحيطين بي وأقول لهم: أنتوا تشتمون بي ريحة مو طيبة؟ يقولوا لي: لا ما بيك أي حاجة، وبس توك طالع من الحمام. لغاية ما قررت أروح أكمل المعاملة ورا يمكن أسبوعين أو أقل، صعدت سيارتي وطلعت وكنت غلطان جدا. طلعت تقريبا على الساعة يعني بالسبعة المغرب، 7:30، قررت أروح القريب وعرفته يعني شو وقت يداوم وشو وقت ما يداوم. ورحت عليه توجهت بديت أمشي. بعدها ما أعرف شنو اللي إجاني لحظة حزن مو طبيعي، خففت يعني السرعة مالتي، شغلت المسجل على أغاني حزينة وبديت أمشي. بذاك الوقت أنا يعني ما كنت متزوج، بديت أمشي وأمشي وأمشي لغاية ما دخلت للصحراء للمكان اللي هو يشتغل بيه. لقيت السيارة مالته موجودة بصف المكان، خليت سيارتي وراها. وبس توني أريد يعني أدق الباب عليه، سمعت واحد ينادي بيه وراي قريب جدا من عندي. المكان كان له إضاءة والمكان بعد مزود بكاميرات. التفتت لقيت رجل كان حامل بإيده عصا ويا كلب، والكلب هذا شاده بقطعة من القماش. الكلب أعور ووحدة من أقدامه الأمامية ما كانت موجودة، يعني وحدة فقط، معوق ولا شكله مخربط. الرجل هذا كذلك شكله مخربط، وكان يسألني على قريبي عبد العزيز. قال لي: عبد العزيز موجود جوا؟ قلت له: اي موجود، هاي سيارته، بس انت منو وش رايد؟ قال لي: روح على عبد العزيز وصيح لي اياه. التفتت انا يعني الباب مسدود، هو شلون اصيح لي اياه؟ المهم التفتت على الباب حتى ادقه، وكان اسمعه يضحك وبعده واقف وراي طبيعي. المهم فبديت اسمع صوت خطوات عبد العزيز وهو يصيح: منو؟
وينادي بصوت عالي، هاي بعد يمكن 20 مرة واني ادق بالباب. بذاك الوقت الكاميرات هاي ما كانت مربوطة يم عبد العزيز، كانت مربوطة بذاك الوقت بمكان ثاني، يعني صاحب العمل يراقب هاي الكاميرات بطريقة او باخرى، لكن شاشة ومعروض عليها الكاميرا ما موجودة عنده. المهم فبذاك الوقت فتح الباب بعده ما مكلمني، يعني قال لي انت جابك او هذا، قلت له يريدك. التفتت ما لقيت اي احد، وبديت احلف له واقسم شفت شخص عنده كلب رابطه ويعني اعطيته مواصفاته. قال لي تعال تعال طب. اول ما طبيت قال لي الصراحه بس انا ما اريدك تطلع السالفه، انا ما حبيت اقول لك بذيك الليالي. وقلت هو يروح المكان هذا مسكون بجن، مو المخزن، حوالين المخزن يمكن اكو قبائل من الجن بهذا المكان، وحاولوا عدة مرات يسوون هجمات، لكن انت تعرف انا رزقي قليل والحمد لله والشكر، اني اقرا قران واصلي ما يؤذوني، والاصوات اتعودت عليها. بعدها قلت له احلف اقسم يعني برب العالمين. بدا يقول يعني والله العظيم انا ما جاي اكذب عليك، والمكان مسكون، وكان تنضرب الباب مال المكان اللي احنا كنا واقفين بيه اول غرفة بحجر كبير جدا، يعني الصوت ما اقدر اوصفه لكم، يعني باب حديدي وواحد يضربها بحجر بكل قوته، توقع الصوت اللي راح يطلع بوسط يعني كلام عن جن انا وياه. راد قلبي يوقف بساعته، يعني بين قوسين ما راد يقول لي، ما راد يخوفني في سبيل انا لا اروح واسولف لزوجتي، لا تخاف من هاي الامور وتخاف عليه. المهم بذاك الوقت اني يعني وجهي صار اصفر، ملامحي تغيرت، اما بالنسبة له هو كان مسيطر نوعا ما، صح عنده خوف لكن حتى يبتسم ويضحك بوجهي. انا الصراحة يعني حسيت انه هو يطالع بيه، يعني حسبني خايف وجاي يبتسم بوجهي، يعني جاي يضحك علي شي، يعني جفلت من عندهم او حسيت بخوف. فقلت له تدري اني ما اخاف من عندهم؟ قال لي يا رجال روح صلي، روح توضى وتعال صلي لك ركعتين، اجلس اردد لك بذكر، مو احسن لك؟ ترى ذول جن وذول ما ينمزح وياهم. تذكر لما انا كنت صغير ورحنا بذاك الوقت، المهم قام يذكرني رحنا بطلعه المزرعه الكبيره وهو صاب ماس من جن، يعني هو كان يشوف وكان يتكلم لاهله على الموضوع، وكان يشوف اطفال واحيانا يشوفهم باشكال غريبه، مثلا انسان وكانه عنده راس مال بوم وغيرها من الاشكال المرعبه، وكان يتكلم واهله ما يصدقون لغايه ما صار ينصرع وبدوا يعالجوه. المهم بذاك الوقت اخذتني العزه بالاثم، كنت ما اصلي وقلت له انا ما اخاف من عندهم ولا قران ولا اي شيء، خلاص انا جاي اقول لك ما اخاف. قال لي براحتك، وشافني يعني حتى تغيرت، والصراحة كنت متندم، يعني أريد أروح أصلي، أريد أروح أجلس بصفة، خايف. قعدت تقريبا 10 دقائق أولى، 20، نص ساعة، ساعة، وصارت أموري أفضل وحسيت بارتياح شوية. تدرون اللي يدخن ما يتحمل يقعد له ساعة أو ساعتين بدون تدخين. سحبت يعني واحدة من السجاير شعلتها بالمكان، بعدين قلت هسه لما يشوفنا دخن راح يتذكر. أنا طلعت برا، قلت خلي أطلع. طلعت برا ووقفت بالباب قريب جدا لازق بالباب ودخل، فبديت أطالع أشوف ضوء بالغرفة يتحرك، أنا حسبته هو يفتح البردة ويطالع علي مرة أولى مرة ثانية، بعدين انتبهت بعد ما ظل الضوء مفتوح، طبعا هو جاي يصلي جوا. المهم يوم اللي طالعت وألقى واحد واقف كان عبارة عن إنسان أسود كأنه خيال، وإله عيون فقط، عيون طبيعية مال البشر ويرمش، وما كان يعني بملامح أو ما كنت أشوف شكله بالأحرى. ما أريد أتكلم لكم على الشجاعة، أنا جبان جدا من ناحية هيج مواقف غريبة، صح بالبداية ما أخاف بس إذا شفت حاجة ملموسة لا ينتهي الموضوع. بعدين تذكرت هو أنا إيش طلعني أصلا، وليش أنا طول هاي الأيام بي حاجة، يمكن أنا ممسوس وكانت البردة مستمرة مفتوحة وهذا واقف. من فضولي اخذتني اقدامي سير علي، بديت اطالع علي واناظر. بعدها يوم اللي طالعت لقيت واحد نفسه جالس بالزاوية وحاط ايديه يعني على اذانه، ما اعرف جلسته غريبة، شايفين القرود لما يجلسون نفس الجلسة لكن هذا رافع ايديه
وحاطهن على أذني. من شدة الخوف على قريبي رحت يعني أريد أدخل حتى أقول له يعني ترى أكو شي بالمكان، أنا بديت أشوف هاي الأشياء. طبعا للعلم هذا مو شكل الجن الحقيقي، هذا مش شكل عادي، يشكلون بأشكال مرعبة في سبيل يقدرون يسيطرون على الشخص. من يصيبونك بمس راح تقدر تشوفهم أو يبدون يشوفونك نفسهم بالتشكيل فقط. المهم اللي حدث، رجعت أحاول أفتح الباب كأنه واحد سادها، مع العلم هي بس تنطبق شوية، وكان أسمع واحد مثل اللي يسعى وراي. ناظرت لقيت هالشخص هذا اللي عنده كلب وأعرج، ويعني ما أعرف قدم ما عنده، وهذا الشكل مال هذا البشر. لا أكيد مو بشر، هذا جن مستحيل، ذيك اختفى. ما أعرف شلون قريبي فتح الباب وسقطت على وجهي، يعني سقطت كأنه واحد ضربني. بعد ما حسيت مثل السواد اجا واصطدم بيه، سقطت على الأرض، وآخر كلمة أتذكرها صحت يمه. الضربة كانت قوية وقاسية على ظهري يعني. المهم قعدت ورا شوية النوب، كان قريب يرش علي يمي ويقرأ المعوذات بوجهي. فتحت عيوني وقلت له شنو اللي صار، وين هذا؟ قال لي منو؟ قلت له هذا اللي عنده كلب. فبدأ يطالع بوجهي وقال لي يا رجال مو فهمتك، وقلت لك المكان مسكون ولا تطلع، دخن جوا وانت قاعد، بسببك هاي صارت، انا من زمن متحاشيني، انت بديت تسوي اشياء وتفتر. وفعلا انا كنت يعني ما اخاف بالبداية، هو ما حذرني يعني، انطاني تحذير بسيط، قال لي هيج اماكن خالية ومن المحتمل بيها جن يعني والسوالف. وكنت اضحك بعقلي اقول هذا جاي يسولف. وهذا الكلام كان بسنة 2014 تقريبا 13، يعني بذاك الوقت نعتبر احنا بزمن تطور اي جن اللي يظهر للانسان. هيج كنت اضحك بعقله، وكان سيارتي من الحديثات وكذا. المهم بعدها صارت عندي كتمة بصدري، ورا ما هو يتكلم وياي ويرد بآيات يعني من القرآن، يردد ويقطع، فأقول له بعد ما أقدر أتنفس يعني، ما أعرف شنو اللي صار بي، وحسيت أكو شي يعني يم رجلي أو يلمس برجلي. يوم اللي طالعت شفت قزم، يعني شخص ما راح أقدر يعني، طوله جدا بسيط يعني يمكن شبرين، وإله بس راس ما أعرف شلون، وإيدين جاي يلعب بأقدامي أو ماسك أصابعي، وكان يناظر بي ومبتسم وعيونه كانت مفتوحة ويرمش. بعدين رفعت أصبعي لي فوق، فأنتم لاحظين الشخص لما تقرأ عليه قرآن وبيمس من جن يبدي يرفع أصبعه مع القدم يحركه يعني يسوي أشياء. أنا كنت أشوف لكن ما أقدر أتكلم، وهو يقرأ علي آيات من القرآن لغاية ما عدى الوقت. وباليوم الثاني طلعنا أنا وياه لأناني، بديت أنام وأقعد أشوف كوابيس، ما كنت أشعر بروحي، فكنت مصيوب بماس قوي. أول جن تمكن مني بالكامل، وطبعا هاي إشارة جيدة لما يتمكن منك بالكامل، على الأقل تتحرك وتروح تعالج نفسك. فعلا ترك المكان كله والموقع وصعد يعني بسيارته وأخذني، خذني على شخص قرأ علي قرآن بالنهار تقريبا على الساعة 12، يلا صر الزين. لقيت ناس عددهم كبير بعد ما طلعت من يم هذا الشخص، وقال لي انت عندك يعني نوع من ماس وجن وهاي الاشياء. في يوم اللي طلعت تفاجأت بكمية ناس، قلت له انت وين جايبني؟ قال جبتك على شخص يساعد الناس ويرقيهم وحتى فلوس ما ياخذ، وجبتك لهذا المكان وتعال خلي اخذك سيارتك. قلت له المعاملة؟ قال لي اي معاملة، هسه الدارة عزلت او راح تعزل. المهم بذاك الوقت رحت وصعد سيارتي وقررت ما أرجع، لكن هالموقف بدأ يتكرر وياي عدة أيام بالحلم، وبعد فترة انقطع تماما، قمت ما أشوفه. فبيوم من الأيام طبعا وراها كملت المعاملة ومشيت، لكن بعد فترة يعني بيوم من الأيام صار وياي موقف. السيارة مالتي كنت ماسك بيها خط أحد الكفرات عادي ينزل يعني يصير بيه بنشر، وقفت على جانب الطريق ونزلت العدة مالتي حتى أبدل الكفر أو التاير مال السيارة. وأنا جاي أشتغل حسيت أكو حركة وراي، تعرفون الطرقات بيها كلاب سائبة أو كلاب ضالة يعني. التفتت ولقيت نفس الكلب يطالع بي، مستحيل يعني يتكرر كلب نفسه، لكن ما كان شي برقبته واحدة.
بدأ يطالع بيه ويطالع بيه، وأنا كنت خايف يعني هو هذا الكلب نفسه. قمت أتذكر الموقف وقمت أشتغل، خاصة يوم اللي يعني كانت عندي احنا نسميها ويل سبان اللي يفتحون بيها الكفر، يعني هاي تصير على شكل زائد. فبديت أريد يعني هيك بس أريد أخوفه، شلون ما ينهز. واللي خلاني مستغرب أكثر من عنده عيونه كانت مفتوحة، ووقفتي كانت عند أحد أعمدة النور، يعني كنت أشوفه بوضوح، ما يحتاج أكذب نفسي، لا كلب قدامي موجود. المهم بعد ما كملت شمرت بسرعة الكفر بالجنطة مال السيارة أو الدبة اللي ورا، وحطيت الغراض بسرعة بسرعة وسديتها وصعدت. صعدت بالسيارة مشيت بأقصى سرعتي، ويعني حاول أطالع بالمرايات، بعدها حسيت أكو شيء يعني بالسيارة، التفتت ولقيت الرجل جالس بسيارتي اللي ورا، ومباشرة صرخت بعد ما شفته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وإلى آخره، وبديت أدعي. والوضعية صارت يعني مو طبيعية بالسيارة، ودقات قلبي تتعالى، وطريقي طويل. بعد ساعة تقريبا يلا أوصل منطقة شبه حيوية، والوقت ما متأخر يعني بداية الليل تقريبا ساعة 9. واللي حدث بذاك الوقت المسجل مال السيارة يطفو ويشتعل، المراية السيارة جاي تمشي، المري اللي بالجانب انتو شايفين تنسد تنطبق وحدة، انتو ملاحظين الشي اللي جاي يصير، تنطبق وما تقدر توقف السيارة، تنطبق وحدة تنسد. يعني معقولة الجن يقدر يصعد فوق السيارة وهي تمشي تقريبا بالـ120؟ فبذاك الوقت الوضعية كانت مريبة جدا، لحد ما وصلت المدينة الحمد لله والشكر أو المنطقة الحيوية. وكل هذا اللي صار وياي أو انعاد علي اليوم هو بسبب انه انا ما ذكرت اذكاري. الاذكار مهمة جدا بالنسبة للشخص اللي ما صار وياه موقف جن، تحصين له. اما اللي صار وياه فاعلم اذا انت ما قلت اذكارك يومين ثلاثة ونسيت وسويت اشياء راح يرجع عليك مرة ثانية، اذا ما راد يأذيك او يشكل او يظهر لك او ينفرد بيك بمكان، اعلم انه راح يجيك بالحلم على شكل جاثوم او على شكل حلم زائد 18، يعني يشوفك فد منام زائد 18. واذا انت حبيت الوضعية فراح يظل يمك موجود في سبيل يخليك 24 ساعة على جنابه لحد ما يرجع يتمكن منك. اذا تسألني وتقول لي شنو السبب هو يسوي هيجي، راح اقول لك ماكو اي سبب، هو كافر وانت مسلم والكفار ما يريدون المسلمين، والعكس تقريبا، لكن احنا نريد خير للشخص الكافر يعني ندخل الاسلام في سبيل يعني ينجو بحياته، لكن احنا خلاص يعني هاي الوضعية ماشي، الجن يحب يأذي البشر لكن البشر يقدر يحصن نفسه. وبعدها التزمت التزام شديد وقمت كل ما شوية اتهافت او يعني يومين ثلاثة انسى الموضوع او مشاغل تبدي تصير عندي احلام واشياء ثانية. فالقصة اللي سمعتوها كانت قصة حقيقية وياي، وبالنسبة لهذا اقاربي لحد هاي اللحظة حتى ببيته يقسم ويحلف انه هو يشوف اشياء غريبة، لكن بعد قراءة القرآن المستمرة يغادرون. حتى زوجته بدت تحس بالاشياء للدور بمنزلهم، لكن الحمد لله والشكر يعني ملتزمين دينيا هو وزوجته، محافظين على بيتهم واطفالهم. والقصة لهنا وتنتهي. اذا عجبتكم ادعموني بلايك، اشتركوا لي بالقناة وفعلوا لي زر الجرس، وانتظروني غدا بقصة جديدة ان شاء الله.